موظفات يتعاملا مع التستر مع الزباين، وهذا مخالف للبروتوكولات الصحية خلال جائحة كورونا. فعلى هذا الأساس تم مخالفة المحل وإغلاقه. بالإضافة أخوي العزيز، بالإضافة أن أسرع حاجة لنقل الفيروس من شخص لشخص باستخدام التساتر الموجودة والأفواج، والهدف ما هو للإغلاق قد ما أن الهدف التوعية وحرص الدولة ووزارة الصحة وكل الجهات المشاركة على نقل